على قلوبنا ياسمين عبد العزيز، أراها بتقترب من مرحلة الأسف 24 25 إمتى وكيف ما بعرف، هي مرحلة الانفصال عن زوجها اف الممثل أحمد اف العوضي وبشكل مفاجئ. اف 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 انا كثير بكن لها احترام ومحبه كبيره للنجمه ياسمين عبد العزيز، بس هيدا الخبر كمان بزعل انه تنفصل عن زوجها، وان شاء الله توقعي ما يصير. حتى كذبة لو صدق المنجمون، لقد تم اليوم طلاق ياسمين عبد العزيز ومحمد العواضي بعد حب الذي يظهرنا في السوشيال ميديا. اليوم أعلن عن طلاقهم رسمياً.